لازم ننتبه على شو بننشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا بنضر كتير ناس وإحنا مش عارفين. مرات بننشر مضامين إلها دلالات عنصرية باللون أو الجنس أو العرق أو مكان السكن. مرات بننشر إشاعات. مرات بننشر قضايا بتضر الأجيال الصغيرة، خاصة إنه وسائل التواصل الاجتماعي بيشوفوها كل العيلة. لازم نكون قاصدين وعارفين شو بننشر قبل ما ننشر أي مضمون وأي مادة.